مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. معكم علي عز الدين، وبعدنا بالمكتبه عم نكتشف كتب للولاد الصغار. اليوم حبيت احكيكم عن الكتاب What do you do with an idea؟ شو بتقدر تعمل بالفكره؟ بالفكره بنقدر نغير العالم. الكتاب كتير حلو لانه الكتاب ببلش بالاسود والابيض، وبعدين بتتحول الصفحات الى صفحات ملونه، لانه هالفكره رح بتغير العالم يلي موجود فيه بطل القصه. الكتاب تقدروا تربطوه بمفهوم ديزاين ثينكينج، تعملوا عليه عصف ذهني وتشوفوا كل المراحل يلي مرقت فيها الفكره، وتستفيدوا من القصه يلي موجوده بقلب الكتاب. انا برجع بشوفكم بحلقات جديده بتتعلق بكتب للكبار وللصغار. بشكركم للمتابعه والى اللقاء بموسم جديد.